هل أتيك حديث موسى إذ ناديه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشي فأريه الآية الكبرى فكذب وعصي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلي فأخذه الله نكال الآخرة والأولي إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها صدق الله العظيم.